سوف نتحدث في هذا الفيديو عن أغرب الكهوف الموجودة في العالم، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. وهيا نبدأ. تنتشر في عدد من بلدان العالم كهوف جميلة تقع في جوف الأرض، وتمتاز بمناظرها الطبيعة الخلابة، وتلازم الأحجار والمياه داخلها، مما يجعلها قبلة للسائحين والراغبين في اكتشاف خفايا الطبيعة وأسرارها. وأوضحت الكاتبة باولا فروليخ في مقال بمجلة نيوزويك الأمريكية أن الطبيعة البدائية للكهوف تمتلك جاذبية خاصة، وقالت أنها تتمتع بسر غامض. أول تلك الكهوف كهف الماموث في الولايات المتحدة الأمريكية، هو أطول كهف في العالم، ويقع تحت وادي النهر الأخضر، ويبلغ طول ممراته 643 كيلومترا، إلا أنه لم يكتشف بشكل كامل بعد. ويمثل الكهف موطنا للعديد من الحيوانات التي تعيش تحت الأرض، مثل الأسماك التي لا تمتلك عيونا، وسلمندرات الكهوف، وقرداس الكهف الأبيض. ثانيا، الكهف الأزرق في إيطاليا، يتجاوز طول هذا الكهف 60 مترا وعرضه 25 مترا، وكان الإمبراطور الروماني تريتيروس يستخدمه سابقا للسباحة، ويمثل الضوء الذي يناسب إليه من الفتحة الصغيرة في الخارج وإنعكاسه على المياه الصافية، ثم انكساره لبلوغ القاع الرملية بعمق يتجاوز 149 مترا، مصدر توهج الفريد باللون الأزرق. مغارة الشموع في فلسطين، تعرف هذه المغارة باسم محمية مغارة سويريك الطبيعية، وتعد مرجعا مهما لتاريخ المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال الأعمدة الهابطة ذات الكثافة العالية المتكشفة في الكهف. رابعا، الكهف الكريستالي في جزر برمودا، تعد زيارة هذا الكهف تجربة سحرية تحت الأرض، تشكلت في العصر الحديث، غير أن البشر وجدوها منذ نحو 100 عام فقط، ويشع سقفها بالبلورات الكريستالية والحجارة الكلسية، وتقبع بحيرة تحت مياهه العذبة والمالحة التي يتجاوز عمقها 18 متر. كهف الكريستال في المكسيك، أوضحت الكاتبة أن هذا الكهف يبدو مثل ملاذي سوبرمان، ويحتوي على عدد كبير من الكريستالات الطبيعية التي عثر عليها، ويصل طول بعضها إلى 11.8 مترا وبسمك 3.9 أمتار. ورغم جمال هذه التحفة الطبيعية، فإن اكتشافها كان محدود للغاية بسبب العديد من الصعوبات الأكوستية، مثل ارتفاع الحرارة بسبب تواجده على فتحة بركانية وسد البلورات الكريستالية للممرات. تلك هي أغرب الكهوف الموجودة في العالم. لا تنسى أن تشترك في القناة لتدعمنا بالاستمرار، وإن أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، وشكرا لمشاهدتك.